نلتقي اليوم بالدكتور بول طبر الذي عودنا دائما بتقديم الابداعات الادبيه. اهلا وسهلا فيك دكتور بول طبر مجددا في سيدني استراليا. الحمد لله على السلامه. ماذا تقول اليوم لجمعيه ابناء كفر حلدة اللي بيشرفوا على المعرض الثقافي اللي نحن بحاجه لألو امس لألو في استراليا سيدني كابناء الجاليات العربيه؟ بعتقد اهم شيء هو انه جمعيه ذات طابع كروي تطلع من الأفق الضيق لانتماء القروي إلى الأفق الأوسع واللي هو الأفق الثقافي. فهيك عمل تأكيد على هذا الانفتاح الثقافي الإنساني العريض اللي نحن بحاجة له ليس فقط في إستراليا وإنما في العالم العربي أيضا. دكتور بول، هل بتظن أنه قبل أولادنا، هل أنا أولادي كبروا خرجوا من الجامعة، هل عندي أنا بنتي هواية القراءة جدا، هل الجيل مازال بحب القراءة والمطالعة بكل أنواعها؟ هلا هو هذا تحدي، يعني تحدي مزدوج. التحدي الاول هو انه كيف بدك تعملي جسر التجسير يعني ما بين الجيل الاول من المهاجرين والجيل الثاني من المهاجرين. التحدي الثاني هو انه هذا العصر وهذا الجيل هو جيل ما بيقرا، بده المعلومه السريعه نتيجه الثوره التكنولوجيه، وبالتالي ما له تشم انه يمسك كتاب ويقرا. تحدي يجب أنه نفكر كيف بدنا نواجهه وكيف بدنا ما نخسر أهمية القراءة بصفتها، يعني هي مدخل للتفكير النقدي، للتفكير العميق، مدخل للوعي الأفضل للبشرية، وعدم الاكتفاء بهذه الثقافة المسطحة للسوشيال ميديا هلأ هي عم تعممها. مرة طرحت سؤال على تلاميذي يا دكتور بول انه القراءة ما عم تقروا كتير، ما بتقروا حتى الهوم ورك، حتى الاشياء الوظيفية ما بتقروا. الان احنا ما عم نطلع على الانترنت وعم بقرا هون، هل هذا كافي المعلومات اللي بتجيهم عن طريق الانترنت؟ ما هن عم يقولوا لك انا عم بقرا، عم اقرا، يعني اقرا. شو برايك انت بالموضوع؟ هاي قراءة وهي قراءة بالضبط؟ هيدي قراءة تبع السوشيال ميديا، اهم شيء فيها ان هي قراءة سريعة، قراءة معلومات بدون أول شيء في صدقيتها، وثانيا في لأنه مضطرين يقدموها بطريقة سريعة، في يعني إذا بدك مقدمة مسطحة لا أنا موجودة بسياقة ولا بظرف التاريخي ولا بمغزاها ولا بنقديتها ولا شو النقد لها. فطبيعة السوشيال ميديا تتطلب تسطيح المعرفة، وهذا أكبر تحدي مفترض أنها نواجهه. شكرا دكتور بول، نتمنى شو اسمه تقضي وقت حلو معنا، بس حتبع معنا على طول ان شاء الله اذا الله راد قريبا. اهلا وسهلا فيك. يسرنا ان ننتقل الان الى الاساتذه الحلوين هون، خليكم هون. احلى شاعر نمبر 1 ان نمبر شو بيقولوا 0 ولا 1 احسن. استاذ شاعرنا الكبير صاحب الجمره، لن اناديك الا بصاحب الجمره، اوكي؟ ماذا تقول اليوم بهالتجمع المعرضي؟ انا مفرفح قلبي لمعرفه انه في جمعيه كفر حلدة عم تقوم بهالمعرض الثقافي، اليوم عم بحكي قدام طلاب وطالبات، يا ميس بدنا نيجي. شو رايك انت بهيك بهيك معارض عم تقوم؟ هيدي سبق، هيدي مبادره حلوه كثير ويا ريت تتكرر وبتصير تقليد من اليوم ورايح. شكرا لجمعيه كفر حلدة على هالمبادرة الرائعة، وشكرا لك ولكل المشجعين لهالمبادرة. فؤاد نعمل خوري، هلا انتو كتاباتك، انا بدي احكي عن كتاباتك، بتكتبها بالعربي، وهلا نحن بعض الاوقات انا بدرس الشعر باللغة العربية للطلاب بيعرفوا تكون اللغة العربية، بس نحن كمان بدنا هالجيل اللي لسه عم يكبر هون عم يحكي انجليزي اكثر من عربي، انه انتو لما بتعملوا ترجمة لكتاباتكم من كل بد، يعني هذا أحسن شيء بيكون، على شرط نلاقي المترجم ونلاقي هالمترجم يكون مستعد يترجم هالكتب وننشر هالكتب. أكيد يعني لابد ما أنه نوصل لأولادنا وللأجيال الجديدة، لأنه تعبكم بعدين بعد كم جيل بجيل إذا ما قروا أولادنا شو أهمية بعدين؟ على صحيح زي وقرخ الحمد لله والعالم كتير حضر، بس بحنا بدنا جيل الجديد، جيل المستقبل لألنا. مرة يا أختي نبيها كتبت قصيدة لابني وبقول له يا رجوتي الكرمالك بغني فزعان هالكلمات تنسيها، مايكل جاكسون ياخدك مني وألف كتب ما فيك تقريها، وهيدا الواقع اللي نحن فيه. ألف شكر.
استاذنا الحلو نمبر 1 في استراليا، واستاذ شربل بعيني طبعا حيسمعنا نمبر 1. اين استاذ شربل بعيني يا حلوة، كانت الكلمة مميزة جدا وأحببتك من كل قلبي. يعني الجامعة اللي جمعتونا اليوم فيها وهالحضور والمعرض الثقافي اللي أنا بهتم فيه كتير الأدب والشعر، ماذا تقولين اليوم لجمعية كفر حلدة اللي استضافنا اليوم وقدم لنا هالمعرض الأدبي الثقافي الفكري الرسومات والمنحوتات؟ I think it's a خطوة كبيرة كتير حلوة، ومثل ما حكيت مع الأستاذ شوكة مسلماني فكر انه ممكن يكون جايبين كتب من لبنان كمان لشعراء لبنان، ان شاء الله بنقدر نطورها المرة الجاية وبنجيب كتب من هونيك ومع الموجودين من هون. بس نحن تشجيع بدنا اكثر لكتباء وشعراء بلادنا هوني هون هون. طبعا نحن تشجيعنا لبلادنا هون، الحمد لله اجى اليوم نسبة من الشعراء المميزين. وشكرا لك انت دائما بتكوني موجوده لتعدينا، اهلا فيكي، تسلمي. الف شكر. نلتقي اليوم لنرى بعض المنحوتات والرسومات والناس المجتمعه الحلوين. الدكتور مصطفى علم الدين تحياتي اليه، دائما موجود بالثقافه والادب يتكلم الان. لنريده ونريد ان نعرف رايه بهذا الموضوع. نلتقي الاستاذ استاذ المربي الفاضل، مربي الاجيال، مدرسي ومعلمي الذي افتخر به. عندما اتيت الى هنا انت احببتني باللغه العربيه. استاذ جورج هاشم، ماذا تقول اليوم للمعرض الثقافي الادبي؟ تفضل. الف شكر. لا شك انه مبادره كويسه من جمعيه كفر حلدة ومن الاستاذ كامل المر لاقامه هذا المعرض. نتمنى انه يستمر بشكل سنوي ويكون في مشاركة أكثر من أدباء وفنانين جالي، لأنه نشكر الله كتار كتير، وأكيد بنتمنى حضور أبناء جالي لهيك مناسبات إن شاء الله. نعم بتعيون كتير. هلأ شو من المقصود الجيل؟ أي جيل لازم يجي يحضر أو يقرأ هالكتب نحن المقدمين اليوم أو أنتم مقدمينها؟ بالكتب الموجودة ممكن كل الأجيال تجي تحضر. الجيل الأول من المهاجرين في معظم الكتب باللغة العربية، بس كمان في كتب باللغة الإنجليزية، خاصة المهتمين بالتكنولوجي. الأستاذ جنار نادر عنده كتب كتير قيمة بهالمجال. يعني المعرض ممكن على المستقبل يغطي كل الفئات العمرية. ألف شكر لكم، ألف شكر لكم. أحلى أستاذ مربي فاضل. أنتقل إلى أستاذي العزيز أيضا الأستاذ ألبير وهبي، أحلى أستاذ منور اليوم. ماذا تقول اليوم بهالتجمع المعرض الثقافي؟ أحلى أستاذ، نحن عرفنا اسمك وتربينا على ثقافتك وأدبك وشعرك الجميل جدا، خبايا يلا حكي لنا شوي. أولا بحب أهني جمعية كفر حلدة الخيرية على هالمشروع الحلو، وبخص بالشكر الأستاذ كامل المر يلي عم يسهر على هالنشاطات الفكرية، هو بي الأدب الثقافي بالمهجر، وفكرة كتير حلوة بتمنى الناس يشجعوها، وإن شاء الله بالأعوام القادمة بتقوى وبصير فيها حركة كتير حلوة. أنا لاحظت غير كتابك يا أستاذ ألبير، جبت كتب مدرسية في كتب أنا هون الطاولة. هذه كتب مدرسية أنا عم سوقها بأستراليا. يا هلا، هذا كتاب هذا كتاب خاص لتعليم اللغة العربية as a second language للطلاب الغير غير عرب. خوابي العبير. الله يخليكي. شكرا. ننتقل إلى الأدباء. رجاء اتقربوا على المسرح، بدنا نلتقط صورة كلمة. أستاذ أو دكتور مصطفى علم الدين، دائما أنت تشجع هكذا ثقافات، ومست كل يوم لجامعة كفر حلدة. الحقيقة المساهمة بقضايا ثقافية فنية اجتماعية لازم نكون كلياتنا لك أبناء جيلي، لأنه هذا العنصر الأدب والفكر يعني بنمي وبيطور المجتمعات، بيخلي الناس تتحول من حالة إلى حالة متطورة أكثر.
وانت لها مع هالنظرة هذه احنا نجي نشد على ايد الشعراء والادباء المفكرين وال وكل شيء بيكتبوا الفنانين بالتحديد تلاقي فبعتقد انا يعني البلد اللي ما في فن وفي ادب وفي فكر انا ما بعتقد انه حيين هذا يكبر فانت لها مع هالنظرة احنا موجودين على طول مع الناس الله يخليك دكتور مصطفى ناطرينك. اوكي كلنا ناطرين طيب صار عندنا تو ماتش هون بدنا بعد اذا يكون واحد من هون وواحد من هون يطلعوا لفوق والله الحلو بيطلع حلو والبشع بيطلع بشع يلا بعد اخر وحدة ثانك يو شكرا الكراسي. بس ما بحب احكي